بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم. بسلم عليكم اخواتنا المتابعين المحترمين صفحة بعد الماتش مع محمد مصطفى، واكيد النهاردة طالعين معاكم لايف على الفيسبوك مخصوص ليكم، لايف لوحديكم يعني معناش منصة تانية. النهاردة عندنا اكتر من موضوع مهم هنتكلم فيه، ولكن انا منتظر كده لما العدد يجمع معانا ولما الناس تبدأ تدخل معانا، وبحيث اللي يدخل ياريت يعمل يعني لايك وشير بسرعة عشان يقدر الناس اخواتنا المتابعين اللي على الصفحة يقدر يوصل لهم اللايف، بحيث نتجمع كلنا مع بعض كده. قلت اشرب القهوة معاكم، عندنا شوية اخبار وعندنا شوية كلام، فلو تسمحوا لي يعني اشرب القهوة معاكم، تعالوا اشربوا قهوة معانا وندردش مع بعض كده في كام موضوع مهم، مش هنتأخر عليكم. يعني يمكن طلع منذ قليل خبر عاجل، يعني خبر دمه خفيف، يعني انا الناس بتتعامل مع معانا لسه ان احنا لسه في سنة 1920 و1515 والكلام ده كله، خلاص احنا في عصر التكنولوجيا والناس كلها دلوقتي بقت بتتمتع بقدر كبير يعني من الذكاء. منذ قليل عرفت اني تم وقف برنامج شوبير على اون سبورت. طبعا محدش لسه يعرف ليه، ولكن احنا كلنا عارفين ليه، يعني احنا كلنا عارفين ليه. هي القصة كلها اني احنا اجيبها لكم ازاي، عايز اجيبها لكم بطريقة دمها خفيف، يعني اضرب المربوط يخاف السايب، حاجة زي كده. يعني احنا بنيجي وليد دعبس قدم استقالته. هل وليد دعبس راجل ذو حيثية في موضوع رفعت؟ لا، راجل غلبان وليد دعبس، ولا ليه ناقة ولا جمل. حتى احمد رفعت الله يرحمه لما طلع اتكلم عليه قال لك راجل محترم جدا وزي ابويا وتعامل معايا كويس جدا. فالراجل وليد دعبس غلبان. شوبير اعلاميا مكروه، يعني شوبير اعلاميا مكروه، كلنا ما بنحبش نتفرج على احمد شوبير كلنا، ولكن شوبير في قصة رفعت مش ذو حيثية، لان قصة انتقار رفعت اللي عاملها في فيوتشر واحد بس، شخص واحد، كان شوبير نائب رئيس النادي ما يعرفش حاجه عن القصه دي تماما. وليد دعبس كان امين الصندوق ما يعرفش حاجه عن القصه دي تماما. مين الزغلول الكبير؟ اكتبوا لي بقى في التعليقات مين الزغلول الكبير، مين اللي مخلص الديل، مين اللي رفعت طلع قال عليه لمح ليه، طب مين اللي نادر شوقي طلع قال عليه، طب مين اللي اخو رفعت رحمة الله عليه محمد رفعت طلع اتكلم عليه قال اسألوه، طب الراجل المحترم بتاع نادي الوحدة الاماراتي، الراجل بتاع نادي الوحدة الاماراتي اللي طلع من يومين مع محمد فاروق على قناة تين، اتفرجتوا على المقطع ده؟ هل الراجل ذكر شوبير ولا ذكر وليد دعبس؟ هو ذكر واحد بس. فاحنا بنعمل ايه؟ بنضرب الناس اللي مالهمش اللي ما عملوش حاجه. ليه؟ حد عارف ليه؟ عشان نهدي الراي العام، عشان ما نجيش على الزغلول الكبير. هو بيهديك بدعبس، بيهديك بشوبير، انما احنا مش هنهدى غير بالزغلول الكبير، صح ولا انا بتكلم غلط؟ فهمت القصة ماشية ازاي؟ بتوقفوا برنامج شوبير ليه؟ اصله اعلاميا اليومين دول شوبير على طول، طول عمره اعلاميا برنامجه مستفز، سواء راديو ولا تلفزيون، برنامجه مستفز طول عمره اعلاميا، شخص غير مرحب بيه يعني عند الزملكاويه والاهلاويه، مش الزملكاويه بس بالمناسبه يعني. فاحنا انتوا بتضربوا الصغيرين ليه؟ يعني عارف انت بتفكرني لما تكون واحد عاوز يزعق لمراته فيروح مزعق لابنه، مش قلت لك اتلم يا ابن الكلب، ويروح مزعق الواد الصغير كده.
اما تزعل مراتك وهو خايف منها في ايه تاني؟ رفعت قال عليه، واخو رفعت قال عليه، ونادر شوقي قال عليه، ومسؤول الوحده الاماراتي قال عليه، واحنا رايحين بنعاقب ناس تانية ليه؟ 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 ما نجيب الزغلول الكبير. هو الزغلول الكبير يعني جامد كده؟ حاجة جامدة؟ حاجة جميلة؟ ما يعني ما بنجيش جنبه؟ حاجة يعني حاجة ألاجة؟ خلاص رحمة الله عليه رفعت هيجي 5000 رفعت عشان ما عاقبتش، عشان ما عاقبتش صاحب الليلة هيجي 5000 رفعت. هو احنا اللي احنا بنعمله ده في السوشيال ميديا وفي هو احنا بنعمل كده عشان نرجع رفعت؟ رفعت خلاص راح للي عند احسن مني ومنك. رفعت دلوقتي في مكان افضل، رفعت دلوقتي عند اللي خلقه، اللي احن عليه من والدته. فرفعت احنا مطمنين عليه موتة زي العسل. واحد مات ورجع شاور على اللي تسبب في اذيته ومات تاني، تاريخ، التاريخ هيذكر رفعت. يا ريت نموت موتة رفعت. فاحنا بنعمل كده رفعت مش راجع. انما في 5000 رفعت هيجي ليه؟ طول ما انت عمال بتضرب الناحية التانية، انت مش عاوز توجه السلاح بتاعك ليه؟ الشخص للكبير. فهمنا القصة؟ اول امبارح، مش عارف ولا امبارح، اول امبارح انا بقالي فترة مش عارف اطلع معاكم، ولكن انتوا عارفين احنا بنطلع فين يعني. يوميا احنا فيديوهاتنا كتير هناك، وانا مش عايز اقول اسم المنصة عشان الفيسبوك بيمنع ان انت تذكر اسم منصة تاني، ولكن انتوا عارفين احنا فين على طول يعني. فاتمنى تكونوا معانا هناك يعني. المهم اول امبارح ابراهيم عبد الجواد طلع وقال كلمتين حلوين. طلع ابراهيم عبد الجواد قال لك هو المفروض واللي عملوا كده مع رفعت ويتحاسبوا. هو انت ليه ماسك منصبين؟ انت ليه ماسك رابطة الاندية وماسك رئيس شركة فيوتشر والعضو المنتدى في زد؟ ايه 5000 منصب ده؟ وطلع ابراهيم عبد الجواد اول امبارح ديب بديب 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 بالظبط لتهدئة الرأي العام. بالظبط يا استاذ عادل، لتهدئة الرأي العام بس. انما الزغلول الكبير اللي كل الناس قالت هو ده شاورت عليه، لا احنا هنضرب حد تاني نهدي الرأي العام، يمكن يسكت، يمكن يسكت. المهم طب ريم عبد الجواد طلع عمل حلقة حلوة وتقمص دور ابراهيم فايق وهاني حتحوت على اون. نفاجأ ان ابراهيم عبد الجواد اللي طلع قال كلمتين يوحده ربنا اتوقف وتحول للتحقيق، اتوقف وتحول للتحقيق، والبرنامج بتاعه اتلغى او اتوقف. حلو. ليه هو ابراهيم عبد الجواد عمل ايه؟ اشمعنى ابراهيم فايق طلع وعمل حلقه تاريخيه وقناه ام بي سي ما كلمتوش؟ اشمعنى هاني حتحوت طلع على صدى البلد وتسبب في استقالة وليد دعبس ومحدش كلمه؟ عشان يعني صدى البلد تبقى قناة خاصة وام بي سي قناة خاصة، انما اون قناة مش خاصة. طار ابراهيم عبد الجواد، طار. ده بيوريك ان اي حد هيقول الحقيقة في القصة دي هيتشاط، هيتشاط، هيتداس عليه، هيتفرم. اتكلم على أي حد إلا ناس معينة تتفرم. فإبراهيم عبد الجواد اتفرم، إبراهيم عبد الجواد اتفرم.
فكل التحية لإبراهيم عبد الجواد. هيشرف في أي قناة خاصة؟ إبراهيم عبد الجواد يشرف في أي قناة خاصة؟ إنسان محترم، إنسان مكسب لأي مكان جديد ينتقل إليه يعني. طيب عاوزين نتكلم على موضوع تاني. في محكمة التجمع الخامس أول امبارح كان في صراع قانوني في قاعة المحكمة ما بين محامي الشيبي والشحات، صراع قوي. الراجل المحترم، بالمناسبة القضية الشيبي عمل استئناف والشحات عمل استئناف، نتيجة الاستئناف يوم 30/7، نتيجة الاستئناف لسه مش عارفين الدنيا تمشي ازاي. انما ايه اللي حصل بقى في الجلسة؟ اللي حصل في الجلسة مفاجآت. اللي حصل في الجلسة كلام غريب وعجيب ومريب. ايه اللي حصل في الجلسة؟ محامي الشيبي، ولا قبل ما اقول لك محامي الشيبي تعالى افهمك حاجة. في حاجة في القانون لما بتيجي تعمل طعن او استئناف، في قاعدة شهيرة بتقولك لا يضار طاعن بطعنه. يعني ايه؟ يعني مثلا واحد واخد حكم حبس سنة فبيعمل طعن او استئناف، الطعن او الاستئناف لو اتقبل وتم اعادة التحقيقات فيه، يا اما بتاخد نفس السنة بيتم تأييد السنة، يا اما بتاخد 6 شهور، انما ما تاخدش سنة وشهرين. دي القاعدة بتاعت لا يضار الطاعن بطعن. فالشحات عمل طعن والشيبي عمل طعن، الاتنين عملوا استئناف على الحكم الصادر. محامي الشيبي عمل لعبة ذكية في المحكمة، طالب بتعديل القيد والوصف في القضية. يعني ايه؟ يعني طالب في يعني بند معين اسمه تعديل القيد والوصف. لو طلبت تعديله القيد والوصف ووافقت هيئة المحكمة يعني الموقرة على تعديل القيد والوصف، ساعتها ممكن القاعدة بقى بتاعت لا يضار الطاعن بطعنه لا بتتشال، وممكن الشحات تزيد العقوبة بتاعته في الاستئناف بشرط ايه؟ تعديل الوصف والقيد في القضية. فمحامي الشيبي بيطلب تعديل الوصف والقيد، وقال ان اللعيب بتاعه تم الاعتداء عليه عمدا وتمت اهانته امام الجميع. يرد محامي الشحات بيطعن بعدم دستورية المادة اللي اتحكم على الشحات بيها، وايه كمان؟ وقال ان حسين الشحات تم استفزازه من جانب الشيبي، وكمان قال لسيادة القاضي ان الضربة كانت بسيطة، ضربة على الوش كده كانت بسيطة، وسب دين اللي يجي في الريش بقى شيش. والله بجد قال له دي الضربة بسيطة يا سيادة القاضي، يعني ما كانتش ضربة جامدة، ما ضربوش بفاس يعني، وقال له نرفزت ملعب. ده محامي الشحات. رد محامي الشيبي قال له ازاي نرفزت ملعب وازاي حضرتك بتقول كده؟ دخل بقى محامي الشيبي وطلب مداخلة، فسيادة القاضي وافق. دخل محامي الشيبي قال له، بيرد بقى على محامي الشحات بيقول له ازاي نرفزت ملعب؟ ده حسين الشحات نزل في الدقيقة 71 لعب ناحية اليمين، والشيبي خرج في الدقيقة 74 وكان بيلعب ناحية اليمين، يعني ده يمين بيراميدز وده يمين اهلي، الاتنين ما يقابلوش بعض على الخط. يعني الشيبي يقابل علي معلول مثلا، الناحية التانية حسين الشحات يقابل محمد حمدي، انما الشيبي ما ينفعش يقابل الشحات، ده على خط وده على خط التاني. فده اللي محامي الشيبي قاله للقاضي، قال له اصلا الاتنين بيلعبوا كل واحد ده على خط وده على خط، والشحات نزل في الدقيقة 71 والشيبي خرج في الدقيقة 74، يعني ما لحقوش في الملعب كله يقعدوا 3 دقايق. فالكلام اللي بيقوله محامي
حسين الشحات كلام غير حقيقي يعني. فسيادة القاضي أعطى قرار إن القضية هيتم يعني القرار فيها أو النطق بالحكم فيها يوم 30/7 من هذا الشهر يعني الجاري يعني. فده بالنسبة للحكم بتاع الشحات وشيم. تعال بقى ندخل على الموضوع التاني اللي عاوز اتكلم فيه معاكم. ايه هو الموضوع التاني؟ الموضوع التاني ان نادي الزمالك بيحاول يتخلص من 3 لعيبة عقودهم كبيرة. عقد اللعيب الواحد فيهم بيعدي 16-17 مليون. مين هما الـ3 لعيبة؟ طبعا كان في لعيب والزمالك وافق على رحيله بسبب راتبه الكبير اللي هو كان محمود علاء خلاص. في الزمالك عارف ان ناصر منسي بيتفاوض حاليا مع البنك الاهلي. والصفقة قد تكون خلصت. اللعيب اتفق مع البنك الاهلي وناقص بس البنك الاهلي هيحول بقى الفلوس للزمالك في نهاية الموسم وكلام من هذا القبيل. فالزمالك بيتخلص من ناصر منسي اولا فنيا لعيب على قده، ثانيا اللعيب بياخد مرتب كبير فوق ال 15-16 مليون جنيه في راتب سنوي. ده ناصر منسي. فالزمالك عارف وموافق ان اللعيب بيتفاوض مع البنك الاهلي. الحاجة التاني ان اللعيب التاني بقى وهو اوباما. اوباما خلاص الزمالك بالنسبة لاوباما يعني هتقعد، اصل اوباما عقده انتهى، هتقعد يا اوباما معانا اوكي، ولكن مفيش حاجة اسمها 16 و17 و18 مليون، مفيش حاجة كده. عاوز تقعد معانا يا ابني اما 7 مليون ولا 6 مليون وكفى الله المؤمنين القتال يعني. فبنسبة كبيرة اوباما احتمال كبير ما يكملش مع الزمالك او مش هيجدد عقده مع الزمالك، الا بقى اذا لو خفض الراتب بتاعه وحصل على بقى راتب قليل مش راتب كبير يعني. طيب تعالى ندخل على اللعيب التالت. اللعيب التالت هو مصطفى شلبي. بصراحة الزمالك جاي له عرض ما يترفضش من نادي الشعلة السعودي. ده احد اندية الدرجة التانية. بس عرض شفوي حتى الان ليس عرض رسمي. جه بقى على الميل ومش عارف ايه والكلام ده، لا لا، عرض شفوي. ولكن نتمنى انه يرتقي العرض رسمي. ان الشعلة عاوز مصطفى شلبي ان يتعاقدوا معاه وياخدوه مقابل $1,000,000. $1,000,000 ده عندنا بالعملة المصرية يعني حوالي تقريبا 48 مليون جنيه. اعتقد رقم كويس جدا، تتكلم تقريبا 50 مليون جنيه، اعتقد رقم كويس جدا. الزمالك يقدر بال 50 مليون دول يبيع مصطفى شلبي لعيب غير مؤثر مع نادي الزمالك. دي وجهه نظري بالمناسبه، انا مش مقتنع بيه نهائي. ما يلعبش في نادي في وسط الجدول. لو خدت ال 50 مليون دول واديتهم دفعتهم لاي لعيب من اللعيبه اللي جماهير الزمالك حاطه عينيها عليهم او الاداره حاطه عينيها عليهم، اعتقد هيكون افضل. مصطفى شلبي، ولكن إدارة الزمالك مش مستعجلة شوية في حتة شلبي. ليه؟ عشان ملوش بديل. أنا وجهة نظري ممكن تجيب لعيب في اليمين وزيزو يلعب شمال، يعني زيزو بيلعب شمال حلو قوي بيتألق فيها وبيبقى أخطر من يمين. زيزو في الشمال حلو جدا ولعبها أكتر من مرة سواء مع المنتخب أو مع الزمالك، ولما كان بن شرقي موجود كانوا بيبدلوا مع بعض، كنت تلاقي بن شرقي راح يمين وزيزو شمال، والاثنين لعيبه كبار فيلعبوا في اي حته، خبراتهم تساعدهم. فانا بصراحه يعني وجهه نظري يا اشرف، يعني وجهه نظري، بتقول لي ازاي تقول على شلبي على قده؟ وجهه نظري، انا ما بفهمش زيك، انت بتفهم. وجهه نظري لعيب على قده، مستواه على قده، ما بيعملش حاجه، بيقف على الخط الكره بتجيله يقعد يحنكش، لعيب لا يصنع الفارق مع الزمالك، امكانياته صفر. هات لي ارقامه، جاب كام جون في الموسم، عمل كام اسيست، بيجري معدل الجري بتاعه، معدل صناعه الفرص، معدل تهديفه، ابيض يا ورد.
واقف على خط الكره تجيله يحنكش وتتقطع منه خلاص. مفسد هجمات، مفسد هجمات. مش مصدقني اتفرج عليه وتابعه، اتفرج عليه وتابعه. فانا بالنسبه لي مصطفى شلبي حرام، حرام لعيب زي ده يلعب في الزمالك 16 17 مليون راتب سنوي، وفي نفس الوقت لعيب لا يصنع الفارق، لعيب فنيا متوسط. انا مش بقول لعيب وحش، ولكن هو لعيب متوسط ما يلعبش في الزمالك، يلعب في المحله، يلعب في مصري، يلعب في ام بي، يلعب في بتروجيت، يلعب في اي حته، انما الزمالك صعب، صعب. احنا من بن شرقي لبن شلبي اعتقد صعب جدا، زي ما بقول لك يا استاذ اشرف، بيقف على الخط بيستنى الكره تجيله. الناس اللي بتلعب كره فاهمه يعني، بيقف على الخط بيستنى تجيله الكوره. مفسد هجمات رقم واحد مصطفى شلبي. يعني انا بالنسبه لي ككوره ابراهيم النضاي اللي احتمال يمشي قريب والله افضل منه، وفي الخطوره ابراهيم النضاي افضل منه، وفي دخول الصندوق وصناعه الفرص ابراهيم النضاي اخطر منه. ابراهيم النضاي بيلعب بدماغه كويس، مجهوده حتى في الملعب ابراهيم النضاي، الناس اللي بتفهم في الكوره بيقول لك بيسحب الفرقه، ابراهيم النضاي بيسحب الفرقه وبيعمل المرتده بشكل محترم ابراهيم النضاي. ولكن مشكلتنا مع ابراهيم النضاي الراتب بتاعه مليون و100 الف دولار، احنا بنهزر، احنا بنهزر. فده بالنسبه للثلاث لعيبه، ولكن الزمالك هيتأنى شويه في العرض بتاع شلبي، عرض شفوي لسه زي ما بقول لكم لم يرتقي شغل وكلة، ولكن الزمالك لسه مستني يشوف هيعوض. زي ما قلت لكم زيزو ممكن يلعب شمال، ممكن تجيب حد طرف يمين، عبد الرحمن مجدي بقى بتتكلم، وبيراميدز انا عندي خبر ولكن مش هقوله دلوقتي. بالنسبه لاسلوب التعامل الفتره اللي جايه ما بين بيراميدز والزمالك في الصفقات، معلومه كده عرفتها من احد اخواتنا للبيراميدز، ولكن مش هنقولها دلوقتي، هنقولها بعد كده ان شاء الله باذن الله. مش هطول عليكم، وان شاء الله احتمال يبقى لينا لقاء تاني النهارده. طبعا ابراهيم النضاي استاذ احمد مرتبه كبير جدا، بتتكلم مليون و100 الف دولار، بنهزر يعني. وابراهيم النضاي ده كان بياخد في نادي اللي هو السويسري، نادي لوزيرن السويسري، ابراهيم النضاي كان بياخد راتب سنوي، سنوي حوالي 178 الف دولار. هوب سبحان الله بقدرة قادر مليون و100 الف دولار. فاحنا كنا بنهزر، العقود اللي كنا بنعملها كنا بنهزر، عقود كانت غريبه ومريبه وعجيبه والله العظيم. ابراهيم النضاي مليون و100 الف دولار، ده ايه الكرم ده؟ ده الزمالك ده الخليج واحنا ما نعرفش. وسامسونج 600 الف دولار وبنهزر، وكمان لعيبه مش دوليه يعني انت جايب واحد من الدوري الفنزويلي، واحد من الدوري السويسري. ربنا يجازي اللي كان السبب. خلونا اسلم عليكم. هو 78، لا 178 الف دولار مش 78، كان راتب ابراهيم النضاي مع لوزيرن السويسري راتب سنوي 178 الف دولار. جه الزمالك مليون و100 الف دولار، شفت اضرب في 10. مش عارف ليه ده كله كان بيحصل، مش عارف. لا انا عارف، بس خليني اقول مش عارف، والناس المحترمه عارفه. خلونا اسلم عليكم، وان شاء الله زي ما بقول لكم هيبقى لينا. لا شوشو خلاص راكب الشلاحات بقى، ولكن شوشو يا عيني برضه ضحيه، ما انا لسه قايل لكم شوشو دعبس ضحيه. ليه؟ عشان ما حدش قادر يشاور على الكبير. الكبير هنضحي بالصغيرين، انما الكبير كبير، والنص نص نص نص، والصغير ما نعرفوش. بس مش محتاجه الصغيرين شوبير ودعبس يطيروا. ليه؟ عشان نهدي الراي العام. ليه؟ عشان الكبير يفضل موجود. بس بص العصفوره، بص العصفوره الثانيه، انشغلت بالعصفورتين، هتنشغل النهارده بماتش الزمالك وطلائع الجيش، بكره هتنشغل بماتش الاهلي وبيراميدز، والراجل المحترم ده اللي مات اهو عشان يبقى الصوره واضحه، الراجل المحترم ده اللي مات الله يرحمه، ابقوا ادعوا له. شوف حضراتكم على خير باذن الله تعالى، تحياتي ليكم والسلام عليكم، الف سلامه.